السحب انتم كطلبه في المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بالدار البيضاء، يعني كيفاش دمجوا ما بين يعني الدراسه الاكاديميه ديالكم اللي هي الاقتصاد وما بين المواهب؟ يعني كاين التصوير، كاين الموسيقى، كاين ايضا الرياضه. هو حسب التجربه ديالي المتواضعه كرئيس المجموعه الصوتيه للمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، فحنا خدينا على العاتق ديالنا احنا كطلبه اننا نحاولوا نديروا هذيك لا فالور اجوت، هذيك القيمه المضافه اللي كناخذوها كنربحوها من بعد 5 سنين ديال الدراسه، 5 سنين ديال لا فورماسيون انيسيال اللي كنقدروا نتخرجوا فيها بالديبلوم ديال الان سي جي. يعني ضروري ما يمكنناش غير نتخرجوا بديبلوم فيه واحد لا فورماسيون انيسيال ولكن ما كنعرفوا نديروا والو. فعلا اننا حاولنا في نفس الوقت اننا نطوروا من المواهب ديالنا. كيف كتعرف ان المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بالبيضاء كتجمع وكتستقطب طلاب من شتى زعما كاين المدن ومن الجنسيات في نفس الوقت، فكيكون عندنا واحد التعارف، واحد الالتقاء ديال الثقافات، الالتقاء ديال المواهب، فقدرنا اننا نحاولوا نوحدوهم، نوحدوا الرؤى، وفي نفس الوقت ان كل موهبه عندنا مثلا كالموسيقى كيتجمعوا الطلاب ديال الموسيقى فما يسمى بنوادي خاصه، او مثلا غنقولوا التصوير اللي حنا هذا النهار كنحضروا الحفل المهم معرض الصور ديال اللي هذه 6 اديسيون ديالو. في نفس الوقت عندنا الرياضه وعندنا مواهب اخرى كالرسم، وفي نفس الوقت عندنا الشطرنج، عندنا الرقص، يعني عندنا واحد التنوع فني هائل. طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تيديروا واحد المعرض تاع الصور، اشنو الابعاد تاع هذا المعرض هذا وكيفاش فكرتوا اصلا انتم كطلبة ديروا هذا المعرض تاع الصور؟ هذا المعرض ماشي اول اديسيون ديالو، هذه 6 اديسيون كل عام كنديروها. هذا المعرض هو داك البلاصة فين كنلقاو فيها راحتنا باش نبارطاجيو داك لاباسيون ديالنا كفوتوغرافر، يلاه بادين كاملين، يلاه طلبة، يلاه كنكتشفوا راسنا في هذا الدومين. وهذا 6 اديسيون ديالنا وكان بالتيم ديال التسعينات اللي هو الزمن الجميل كما كيقولوا، وهادشي اللي كاين. علاش اخترتوا التسعينات وما اخترتوش مثلا الثمانينات ولا السبعينات؟ فهمتك، التسعينات كيقولوا هو الزمن الجميل كما كيقولوا، و ليدا ديال اننا جينا اختارينا التسعينات حيت دابا هي الترند، دابا هي اللي كلشي دابا كنشوفوا احنا في 2023 ومنين باقي كانسبيرا من داكشي ديال التسعينات، حيت كتجي داكشي كيجيهم داكشي شويه الفن دابا كامل كيتانسبيرا من داكشي ديال التسعينات، يعني الفن والموضه وكلشي. كلشي الفن والموضه كلشي دابا ولا رجع للزمن ديال التسعينات. وبالنسبه لكم كيفاش جاتكم هذه الفكره انكم يعني تدخلوا هذا المجال تاع التصوير وانتم كطلبه تاع يعني ربما التكوين ديالكم بعيد على هذا المجال؟ نعم، حنا التكوين ديالنا غادي في الاقتصاد، ولكن النادي ديال انسي جي بيكتشرز كيحاول يفورميلينا كل مره بدي فورماسيون، كنحاولوا نتعلموا اللي عنده واخا غير واحد شويه ديال الموهبه كنحاولوا نطوروها ليه في هذا النادي باش نقدروا نديروا دي اكسبوزيسيون بحال هكا اللي تبارك الله راه بروفيسيونيل الاكسبوزيسيون اللي كانت دارت. وهذه العمليه تاع التصوير واش يشرف عليها يعني الناس اللي عندهم محترفين ولا غير تتبقى انتم الموهبه من عندكم وتتبقى غير الاراده اللي من عندكم انتم خاص؟ احنا هذا الشيء دايرينه بالموهبه ديالنا وكنعيطوا على ناس محترفين اللي هما كيعجبوهم تما تصاورنا وكيعطيونا ديك النصائح اللي حنا باش نزيدوا نطوروا راسنا عام على عام. وكيفاش جمعتوا التصاور؟ التصاور كنا كنديروا دي فوتو وولك، يعني كنديروا جولات كل ويكاند تقريبا، جولات في كازا في مراكش، كنا كنحاولوا نكوليكتيو التصاور، كل تصويره راه عندها واحد المعنى لكل واحد. هاد التصاور تقريبا كاين واحد 70 تصويره لواحد اكثر من 60 طالب، يعني 60 طالب حاطين التصاور ديالهم هنايا، كل واحد وعنده واحد القصه مع ديك التصويره. شحال من طالب تقريبا معكم في هذا النادي؟ تقريبا النادي ديالنا كيجمع تقريبا ما بين 60 حتى 70 طالب وطالبه من مختلف الفئات، سو بروميير اني دوزيام اني تخوازيام اني كاتريم سانكيام اني، يعني المدرسه كامله كاينه في نفس الكلوب، كنتعاونوا بيناتنا، ما كاينش اختلاف ما بين الاعمار، وهادشي علاش ديما حنا مجموعين هكا. كيفاش اولا جات فكره انكم ديروا هذا النادي تاع التصوير داخل هذه المدرسه هذه؟ حنا تنعرفوا يعني التكوين الاكاديمي تاع المدرسه لا علاقه له بالمجال التصوير. كما كتعرفوا دائما حنايا في المدرسه ديالنا ولا التصوير اللي شي حاجه ما ضروري بينها، خصوصا المدرسه ديالنا فيها جوج، فيها جيستيون اي كوميرس، وضروري بوغ كوميرساليزي اون شوز خصنا ضروري تصور، تعلم كيف تصور، تعلم تكون عندك انفورماسيون. هذه مني جات الفكره ديال الكلوب اللي لي فوندي اون 2012 باغ نوتر شيف فونداتور، وصافي دابا تقريبا حنا لهذا العام سيليبغينا نوتر ديزيام اني،
وان شاء الله احنا مكملين هذا ان شاء الله. واش منفتحين يعني على المصورين المحترفين على المستوى الصحافه الوطنيه؟ نعم بالضبط كما شفتي اليوم اللي عندنا ديزانفيتي دو كاليبر بحال محسن حارس سي البلدي بسيكو موستاش، يعني دائما كنحاولوا نجيبوا دي جون اللي ديجا اكسبيرمونتي في الدومين اللي يشاركوا معنا التجارب ديالهم، دائما يعاونونا باش تكون اكسبوزيسيون دو كاليبر.